وللمزيد حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك دكتور. بداية، ما تفسيركم لمشاهدة هذه الأسراب من الجراد في سماء المملكة اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمجاميع الكبيرة من الجراد اللي تم مشاهدتها في سماء مملكة البحرين هذا اليوم، هي بفعل المنخفض الجوي اللي يعني حاصل في المنطقة الجنوبية، وهذا المنطقة الجنوبية نتكلم عن المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية اللي تشمل اليمن وسلطنة عمان وجزء من الربع الخالي. طبعا هذا هو المسار هجرة الجراد التي تأتي من منطقة شمال أفريقيا، بالأخص منطقة جمهورية موريتانيا، وتكون يعني تسرى يعني تطير في اتجاه الجنوب من الكرة الأرضية حتى يصل إلى باكستان وأجزاء من أفغانستان. فبسبب الانخفاض هذا الجوي يعني خرجت بعض المجاميع عن هذا المسار ويعني انتقلت إلى مملكة جنوب يعني المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، خاصة إحساء ومنطقة بقيق وجزء من الدمام والخبر، وحتى وصلت إلينا الأسراب. وهذه يعني المجاميع الجراد هي في طريقها إلى الهجرة إلى الساحل يعني الآخر من الخليج العربي. فيعني احنا اليوم في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل بوكالة الزراعة والثروة البحرية شكلنا فريق صراحة للوقوف، يعني انتم في وكالة الزراعة والثروة البحرية كنتم على علم بتوجه هذه الأسراب من الجراد الى المملكة؟ احنا نتابع، يعني طبعا احنا لا نتنبأ ب يعني حالة الظروف الجوية، الظروف الجوية تتقلب من وقت لآخر. زين، ف يعني اليوم بسبب هذا الانخفاض من امس واليوم احنا فوجئنا بوجود هذه الاعداد الكبيرة. عادة مملكة البحرين لا تعتبر من مناطق اللي يعني ينتشر فيها الجراد واماكن وضع البيض. نحن منطقة تعبر عليها الجراد. دكتور، نحن نعلم أن الجراد سيء السمعة والصيت إذا مر على قرية أهلكها وأهلك زرعها وحرثها، بالتالي إذا كان هناك أي تأثير على الثروة الزراعية في مملكة البحرين، هل أنتم يعني على ثقة بأن هذا الجراد هو يعتبر سماء المملكة معبر له وليست أرضا للمقر، هو سيمر باتجاه الشرق؟ نعم، يعني المسار الجراد عادة لمسارين، الله يسلمك، مسار جنوبي ومسار شمالي. الجنوبي اللي يأتي من القرن الأفريقي اليمن عمان إلى باكستان، بعدين المسار الشمالي يأتي عبر ليبيا ومصر والشام وشمال العراق ويذهب إلى يعني شمال إيران وإلى تلك المناطق. فمع تغلبات الظروف الجوية طبعا ينشط هذا الجراد. احنا تعتبر منطقة عبور وليست منطقة للتكاثر، هذا معروف علميا ومعروف يعني دوليا في هذا المسار. احنا في المنطقة الوسطى طبعا نتابع من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالمملكة العربية السعودية، وعندنا تواصل معهم حول ذي، وكذلك هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى. هذه عن طريق الهيئات احنا نتبع الأوضاع الحركية للجراد. صحيح ان الجراد يتغذى يعني حالة من يعني الآفات التي تتغذى على القطاع النباتي، ولكن احنا في الوزارة صراحة شكلنا اليوم فرق وحتى انشأنا حساب على الواتساب سميناه طوارئ الجراد، بحيث ان احنا يكون المسؤولين عندنا والفنيين الأخصائيين في على أهبة الاستعداد وفي التواصل مع أي طلب أي يعني مكالمات أو تواصل يأتينا لإيجاد مثلا أو للمساعدة في عملية المكافحة أو في توفير المبيدات المناسبة لمكافحة الجراد. فهذه الإجراءات احنا خذيناها الحمد لله وك يعني إجراءات استباقية ووقائية لمكافحة الجراد، وحتى طلبنا منهم يعني أن يتوافروا بالرغم أن احنا في إجازة نهاية الأسبوع. نعم، شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة. شكرا لك دكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.